انا بديت في ايباي دروب شيب، ممكن نصيحتك كاين فيوتشر في شوبيفاي. الاخت ياسمين، ان علما ان واحد الاخ عايش في صفرو هو والاخ ديالو، فهمتي، كملوا ال 1 مليون دولار. اخي رساله تحفيزيه لاخوانك في تونس، مازلنا بعيدين عن مجال العمل في الانترنت، رجاء نكون محفز لهم. اخي كاين بزاف ديال الشباب في تونس خدامين في الانترنت، ولكن المشكل اللي كاين هما ما باغينش يبانوا. تنعرف بزاف الاخوان خدامين من تونس خدامين في الانترنت، تيربحوا الارباح ديالهم تبارك الله، مي ما باغينش يبانوا. بعض المرات ما عرفتش كتجي كتقول راه من الحسنيت ما تبانش. واما الاخوان كاينين في تونس وكاينين خدامين، والقضيه ديال ما باغيش تبان هذا الشيء كتولد، يعني ما بغيتيش تبان. الاخرين ما كاينش شي حاجه ديال مثال نضربوا به، نقولوا مثلا الا ريحت مع الوالد نقول له انت راه كاين واحد الناس، كاين واحد السيد سميتو حميد ومومن، راه بدا في الريسكين العام اللي فات والحمد لله راه كانت عنده مدونه، ودابا راه زد كاع ديك المدونه. هاد القصه تعاود لشي واحد، لان هذا مغربي تعاود ليه على مغربي، ودابا الحمد لله راه دار دارو طوموبيلته راه بخير وكذا ومسهل عليه الله. اوه هذا مغربي وعايش معانا، غادي تجي فهمتي تحس بها. صاحبي راه مغربي راه فهمتي راه ولد الرشيديه وكذا، وراه تبارك الله عليه، اجي حس به. اما شحال هادي في الوقت فاش انا بديت تقول لي كاين واحد خونا سميتو جون شو عايش في امريكا، انا ولا انت قلتها راه عايش في امريكا ما عايش معانا في المغرب، ولا تقول لي راه كاين واحد خونا سميتو شي حاجه راه عايش في كندا، يقول لك راه انت تقولها بفمك اصاحبي راه عايش في كندا راه ما عايش في المغرب. دابا الحمد لله في المغرب كاين بزاف ديال الشباب ممكن تعطي بهم مثال، يعني عاجي تقول لي راه كاين واحد الاخ سميتو بلال راه فهمتي كان عايش في واحد الاسره فقيره والحمد لله بدا واليوم شو كي ولا وكذا، فهمتي اجي يمشي حتى هو يطلع على الاخ بلال اجي يقول تبارك الله خير. كاين شباب يعني اللي اجي يخليك تحرب، كاين زعما شي حاجه طرات في المغرب. كاين واحد خونا سميتو ياسير، كاين واحد خونا سميتو ايدي يحيى ولد اكادير، كاين واحد خونا عاوتاني كاين اللي كتقول ليه المدينه تيقول لك راه ما فهمتي لا هاد المدينه هادي في المغرب راه مقتوله. الاخر على الانترنت هاجر بلا فرق بين واحد جلس بين سير ماشي نقولوا في امريكا وجلس في المغرب، نقولوا لا فرق بين واحد جلس في طنجه وواحد جلس في بوميا. ما عرفتش واش تعرفوا الاخوان بوميا ولا ما تعرفوها، واحد الكوانجه حدا خنيفرة ولا جلس في بولعجول، ما كاينش فرق بين انك جلس في بولعجول ولا جلس في تطوان ولا جلس في مراكش. الانترنت كتواطي هادشي، وخير دليل هو اني انا دابا جالس في تايلاند وراني جالس معاك في داركم انت، وانت جالس في مراكش ولا كاين فيكم اللي جالس في الرباط، والحمد لله على نعمة الانترنت. ارجوك اخي سيمو على اشتغل مع كليك بانك ام شوبيفاي، مع العلم اني احبهم كلهم. اخي والله ما عرفت ما نقول لك، قلتي كتحبهم كاملين. سيمو سيف لايف، اجي نسيف اخويا الى ما طراوش المشاكل، الا ما قلت شي هضره جات في شي نقاش مع شي واحد ولا شي حاجه وتشابهات، ولا انا كما قلت في البدايه اللايف انا ما كنجيش نجي ندير اللايف باش نكلاشي شي واحد، انا كنجي ندير اللايف باش نفيد باش ما قدرني الله ونمشي بحال الناس، ما كنجيش باش نتحاك ونتصادع وكذا. الا اللايف الفايت مسحتو لان قلت شي هضره وديك الهضره شي واحدين فهموها بلي راني قصدت واحد شي خونا. المهم فهمتي انا في غنى على داك الشيء ديال التبرايج ديال الرد على فلان. ابو العجول الرشيد ديال بلي دارك مساء الله يحفظك اخويا. الاخ خاص تاخذ قرار، خاص تاخذ قرار بحال شي واحد دابا واحد الموقف في حياتي، واش نمشي للجامعه نقرا وانا باغي نكمل قرايتي الى يومنا هذا الاخوان، انا باغي نرجع نكمل قرايتي ماشي باش نمشي نحتج قدام البرلمان. انا الى يومنا هذا كنطمح واحد النهار تكون عندي واحد الدكتوره فهمتي شاده حاطه في المجر، ماشي نمشي نوقف بها قدام البرلمان نقول لهم باغي نخدم حتى انا. كان عندي الامكانيه ملي جديت البي تي اس نمشي ندير نمشي نكمل قرايتي ندير لا ليسونس والماستر كما داروا الاخوان كاملين اللي كانوا معايا، وكان عندي المسار الثاني اني نمشي نريح في الدار والطريق الصعيبه جا في الانترنت ماركتينغ. وفي الاخر فهمتي قلت راه دونك توليك غادي نمشي نختار هاد الطريق، هادي غادي تختار طريق وحده وغادي تونكاجا فيها. والاكثريه ديال الاخوان اللي كيبقى كيتردد تيقول لا ندير هادي ندير هادي ندير هادي، خاص تمشي دير شي طريق اللي غادي تحرق السفن اللي ممنوع يردوك لديك الطريق. لان ملي مشيت بديت وداز الشهر الاول والثاني والثالث وسالت الدخول المدرسي وما مشيتش حضرت
صافي واتصلوا بيا الاخوان، قال لي راك اليوم مسحوك من الليست. قلت لهم صافي في الاخر اليوم شطبوا عليك صافي، ديك الساعه ارتحيت. اتختار اخويا شي طريقه اللي تمشي فيها حتى الاخر. انا كنامن بشي حاجه ديال كتحرق السفن، كتحرق تتحرق انك عندي شي اخي بحاجه تعيش في حياتك هي وما عرفتش واش ندير هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، ومتاحين لك كاملين. مازال ملي كتكون مفروضه عليك شي حاجه تجي تقص مع راسك، تجي تقرر تقول اختاريت هاد الطريق هادي، تبقى نحفر في هاد الطريق هادي وغادي نحاول ما نمشيش في الطريق الاخرين. ولا لقيتي تحرق الطرقان الاخرين تحرقهم، يعني دير شي حاجه باش ما يبقيش، واخا تبغي ترجع يقول لك لا 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 انت ما بقيتش مقبول. خاي السيمو عطينا شي خلاصه كامله على الريسكين. هو اجي مشيت تقلب الاخ على الفيديو ديال نبيل المحايلي ديال عربي موبايل، تشوف الفيديو الاولاني ما هو الريسكين. الريسكين غادي يشرح لك الفيديو الاولاني 5 ديال الدقائق غادي تفهم كاع داكشي، وشرح لك هو بفيديو انتراكتيف. هذا ما كان اخويا غادي تفهم الريسكين اون جينيرال، غادي تفهمه بطريقه زوينه. الا بقيت انا كندوي هنايا ما غاديش نوصل لك، احسن نرشدك لشي واحد اخر احسن مني، حسن درتش داك الشيء طريقه تاخذ المعلومه تاخذها تدخل الدماغ. انا بديت في ايباي دروب شيب، ممكن نصيحتك توكل على الله اخويا. وايباي راه هو باش بديت انا في 16 عام، اللي كان عندي 16 عام هو باش بديت، وراه فيه ميدار وسنه على سنه كيتزاد كاين ميدار. اللي ننصحك هو انك بدا فيه وابخي دوز الامازون، على حقيتاش ايباي راه قد هكا. ماشي كنت في البيت ندير قد هكا، ولكن عرفت في المغرب اش كتعني قد هكا، يعني بحال كتقسمو، يعني راه ما عنده التقييم. لا ايباي قد هكا وامازون قد هكا، يعني فهمتي من هنا امازون كبير، يعني النيفو ديال الكميه ديال الناس اللي كتشري في امازون اكثر من الكميه ديال الناس اللي كتشري من ايباي. ايباي سوق، امازون كبر منه. توكل على الله. كيف ترى مستقبل التجاره الالكترونيه في المغرب؟ الاخوان خدامين بايعين ساكتين ما تيدويوش، منهم صحابنا ومنهم اللي ما كنعرفوهمش ومنهم شركات ومنهم، والمهم كلشي خدام وكلشي، وكاين ارقام كبيره وكلشي خدام وساكت، لان ملي كتكون الخبزه كبيره بعض المرات تيسكت عليها بنادم. وكاين ميدار والارقام راه كبيره الحمد لله. الاسئله ولاو كيدوزو بالزربه. شي نصيحه لتيم فوري، شي صديق ديالك نتبعوه؟ الاخ عندنا شي اصدقاء ديالنا طوب في تيم فورست، للاسف ما كيبغوش يبانوا، لان كيعرف الا بان غادي يمشيو للكونت ديالو غادي يطلعوا عليه، يبقاو يكوبيو ويكولي وكتا، علما ان واحد الاخ عايش في صفرو هو والاخ ديالو، فهمتي؟ كملوا ال 1 مليون دولار الحمد لله كملوها، هادو ما بغاوش يبانوا وحالين الكونت في تيم فورست، حالينو بشركه اسبانيه لانهم كانوا عايشين في الصبليون واحد الوقيته، مشاو كملوا قرايتهم تما في الديزاين نيت ورجعوا للمغرب. وملي فكروا قالوا لا راه طلع داك الرايه المغرب راه غادي يحطوا علينا، راه كدا غادي يعيقوا بينا المغاربه، راه حنا مغاربه، راه ماشي بحال هذيك اللعبه ديال هاد الشركه هادي وا كبيره تبارك الله مراه نجي راه في سبين تبارك الله كدا. المهم ما هادشي اللي فاش فكروا، والى يومنا هذا ما بغاوش يبانوا. ماشي غير هما، كاين بزاف ديال الاخوان تنحترمهم، انا بعد المرات يكون انك تتبان عندها العواقب على البيزنس ديالك. كيفاش كيبان لك المارشي كندي؟ لان اخويا ملي كنبيع في امريكا سهل اني نبيع في امازون في المارشي كندي، الناس كتشري وخدام تبارك الله، فهمت؟ يعني اسهل حاجه هي اني نسكيلي ندوز لكندا، على حقاش كنت حاط السلعه في امريكا في امازون ممكنش نقول لهم راني باغي نبيع في المكسيك ولا راني باغي نبيع في المغرب ولا راني، يقول لك لا حنا ما نقدروش نمشي بيول تمايا ولا كدا. ولكن في لحظه السلعه في امريكان امازون ديال الامريكان هاني نزيد كندا، يعني هاني نسكيلي لكندا والبيع خدام الناس كتشري. وبالمناسبه الاسبوع الماضي طرا لنا واحد المشكل، هو انك كنا كنبيعوا واحد البرودوي وكنا كنبيعوه برا امازون، ولكن الشيبين كيطرى من امازون، امازون هو اللي مكلف كيصيفط السلعه، وكنا دايرين ليه 44 دولار. دابا المشكله ملي كيدخل الكندي حتى هو في السيتات ديالهم كاين الدولار، ولكن الدولار كندي وحنا راه كنقصدين الدولار الامريكي. كيدخلوا الملاك هنا كيشريو ودخلوا الكنديين كيشريو، وملي كنقطعوا لهم الكارت كريدي ديالهم كنقطعوا لهم اكثر،
فهمتو كانوا احتجاجات وكذا وسميتو، عاد من بعد عقلنا وقلنا لهم نعتذر وكذا وحلينا المسألة حبيا معاهم، كاين اللي اقتنع كاين اللي رطينا ليه فلوسو، هو في الاخر العامل اجي تحتارمو ولا اجي يدير لك المشاكل. المهم لو بغيتي تبني شي بيزنس شي براند كما قلنا اجي تحتارم العامل، لان كنا تنقطعو لهم هما تي 44 دولار كيسحابهم 44 دولار كندي اللي هي 33 دولار امريكي، تسحابهم هي 33 دولار، مي حنا كنا كنقطعو لهم 44 دولار امريكي هي شي 53 دولار كندي ولا ما عرفتش شحال. يعني هو انت تصور انت جيت بحال قلت لك هاجي غادي نبيع عليك ب 44 درهم، يلا جيت بغيتي تكاليزي معايا وانا نهز لك 53 درهم من جيبك، كتقول لي انت شفار. هادشي اللي فعلا كان طرا لنا معاهم، مي اخا تيشريو دوك الناس في شكال، دوك الناس مش الاكثريه ملي فسرنا ليه وراه قلنا ليه حنا ماشي قاصدين، حنا راه داك راه اللي كاتبين تما الدولار الامريكي واللي كاين اللي كاين اللي كاين، والحمد لله في الاخر حلينا معاهم المشكل. السلام خويا، I am from US. What will be your suggestion from a business perspective from someone living in the UK؟ الله يحفظك خويا، راك عايش في الميريكان كلشي الفيلم طاري قدامك، راه فهمتي كتشوف كتشوف كلشي قدامك، كتشوف البيست باي شحال كيبيع، كتشوف والمارت شحال كيبيع، كيشوف كتشوف كلشي قدام، الحجم ديال الاونلاين ترانزاكشن، يعني كتشوف الناس كتستعمل الكريديت كارد ديالها، ما كاينش شي واحد في امريكا ما كيستعملش الكريديت كارد باش يشري من الانترنت. ماشي بحال اللي تزاديت انا في المغرب وقلت لهم راه الناس اول مره فكرت قرات القصه ديال واحد السيد سميتو محمد عبد التواب، قال لك اسيدي راه تنبيع دي برودوي في امريكا انا كي كندير لهم، بيان سور انا ماشي من هذوك الناس اللي كيسبقوا الهضره. قلت السيد هذا غادي نديروا له ديك اللعبه ديال تبع الكتاب تبع بالدار، اجي نجرب. وانا نتصدم ان الناس كت لان انا زدت جيت فواحد الثقافه، ديك الثقافه في المغرب شنو علماتني بلي راه ما تجيبش الكريديت كارد وما كاينش الخلاص في الانترنت، واخا يكون في الانترنت انا ماشي نجيب الكريديت كارد. وخير دليل ان في الشرق الاوسط ودول الخليج والمغرب حاليا ما تيخدموش بالكريديت كارد، الاكثر ديال الترانزاكشن تيقول لي صيفط لي السلعه كاش اون ديليفري، صيفط لي السلعه تجيني للدار ونخلص. تصور انت فهمتش يعني الثقافه هذه فاش كابر، الثقافة هذه كبرتي فيها ما كتسمحش لك انك تستوعب شنو طاري في امريكان وكندا واليو كي واستراليا نيوزيلاند، كتكبر كتقول لا حتى واحد ما كيخلص في الانترنت بالكريديت كارد، بنادم حماق غادي يجيب لاكارت كريديت ديالو ويخلص بها، ولكن لا هما راه يوميا تيخلص بلا كارت كريديت. كاين فيوتشر في شوبيفاي، الاخت ياسمين، الاخت كاين الاخت والاخوان كاين الفيوتشر في كل شيء، كاين الفيوتشر في شوبيفاي، كاين الفيوتشر في امازون، السي بي ا تاو رجعوا ليه الفيتشر فهمتي، كاين في السي بي ا ميتر. وخير دليل هو ان كاين واحد الارتيكل نشره موبي فيستا ديال غادي داكشي طالع حتى 2020، غادي طالع حتى 2020 الله اعلم واش هاد الانترنت غادي يتبدل، غتبان شي حاجه جديده الفيرتشوال رياليتي جاي شلار وين غتوصل عاجين، مي السي بي ا باقي فيه ميتر، كلشي باقي فيه ميتر. كليك بانك الارقام ديالها سنه بعد سنه غادا كتكبر، ديك الشركه غادا طالعه، يعني طالعه باش طالعه، يعني الناس كيبيعوا، يعني درت في داك العام رقم، هذا العام درت رقم اكثر منه، العام اللي العام 2016 درت رقم اكثر من العامات اللي فاتوا، يعني هاد الناس كيبيعوا، يعني كاين ما يدار اخوان، كاين ما يدار، خاصك انت تقتنع بشي حاجه وتديرها. بعد توصل بعد ما بغيت نوصل السلعه لامازون ديال هولندا، خرج حاول نشد السؤال ديالك، امازون ديال هولندا ولكن السلعه في المغرب، فاش كاينه هانيه نصيفطها ديريكت من المغرب بعنوان امازون، مع العلم ان انا مقيم في هولندا. نعم اخي، غادي تصيفطها ديريكت من المغرب، كتصيفط مثلا انا من المغرب كنصيفطها للامريكان، كنصيفطها لادريس ديال امازون. ونعاود نقول واحد النقطه مهمه، مثلا الا جيتي بغيتي تصيفط 100 راه ماشي يعطيك ادريسه وحده تصيفط لها 100، غادي يقول لك غادي تقول ليه شحال، تيسولك في داك الكيستيونير ديال الانفونتوري يعني ديال ستوك ديالك، فهمتي؟ اول حاجه تاجوتي برودوي من اد بروداكت، عاد تمشي لمانج انفونتوري يعني تمانجي ستوك ديالك، كدير الكونتيتي اللي باغي تصيفط، كتقول ليه مثلا سيدي انا كنبيع شي قلاده العنق، تيقول لك شحال باغي تصيفط، تقول ليه 100، ملي كتكمل داك الفورميلير وداكشي كيقول لك اوكي هدا غادي تصيفط 30 لهاد لادريسه، وغادي تصيفط 30 لهاد لادريسه، وغادي تصيفط 40 اللي بقات لهاد لادريسه، ديما كيعطيك ثلاثه لي زادريس، هادشي في امريكان والله اعلم في هولندا.
ما عنديش اخويا شي فكره، مي نفس القضيه صافي. وجدت شدت ديك السلعه تصيفطها لدوك لي زادريس اللي كيقول لك هو، ملي غادي توصلوا وملي كيعطيك كل ادريسه كيعطيك واحد البي دي اف، داك البي دي اف ورقه كتطبعها كتجر ديك الكرتونه اللي فيها 30 كتلصق من فوق هذيك الورقه وعاد كتصيفطها، كتطبع عاوتاني الورقه الثانيه كتلصقها باش هو شنو معاه عمر ما مسالينش. كتوصلوا من الكرتونه كيسكانيو ديك الورقه كيعرفوا اه هذه ديال فلان الكونت الفلاني، باش كيهزوا ديك السلعه كيحطوها تابع على الكونت ديالك. تقني متخصص في الانظمه والشبكات، بغيت ندخل للمجال ريسكين صراحه، انا عندي ميول لهذا المجال وكنرتاح فيه. بغيت بغيت تنصحني اخويا جزاك الله خيرا. اخي كما غادي ننصحك، بغيتي تبدا غادي تمشي تشوف الدوره ديال الاخ نبيل في يوتيوب سميتها عربي موبايل، غادي تشوف الدوره ديالو راه فهمتي هي كانت بالفلوس الاخوان اللي سربوها لحوها فابور، غتبدا بها ملي تربح المهم عطيه فلوس، المهم اخي بحاجه يبقى عندك فلوس ديال شي واحد. بدا بديك الدوره ونعاود عاوتاني نقولها، تابع كاع الناس اللي غادي نقول، كاين عندك نبيل المحايلي هو مره كيبارطاجي حاجه على الموبايل زوينه، كاين عندك ياسر وعزيز مزيان دري اكتيف يعني تي بارطاجي حتى هو لي زانفورماسيون اكتيف يعني ديما كيبارطاجي لانفورماسيون، وكاين عندك شكون حميد مؤمن حتى هو تي بارطاجي ديما لانفورماسيون، هادو الناس ديال ريسكي. كاين عندك سليماني، والله الاخ سليماني الا كنعتذر لك السميه مشات ليا سليماني الاخ سليماني، وكاين الدري صعب ايوب، هادو المهم كاملين تسولي شي واحد في الاخوان ديال الريسكين غادي يعطيك الليسته، ويقدروا يكونوا شي اخوان اخرين ما كنعرفهمش. واحد الاخ كتب لك عربي موبايل كي كتكتب، هادو هما الناس اللي نقول لك الاخ تابعهم. والدوره ولكن انت تعرف كما قلت لونغلي قبل، راه لونغلي غادي تمشي تقلب في يوتيوب هاو تو كمل اي حاجه ريسكين ان ابليكيشن موبايل ابليكيشن ان اندرويد موبايل ابليكيشن ان اي او اس موبايل ابليكيشن، غادي تلقى كلشي